بسم الله الرحمن الرحيم، تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا في درس جديد من دروس مادة الاجتماعيات مكون التاريخ. درسنا اليوم بعنوان الثورة الفلاحية والثورة الصناعية بأوروبا. الثورة الفلاحية كممهد للثورة الصناعية وانعكاسات الثورة الصناعية في أوروبا. نلتقي أولا بأهداف أو نتعرف أولا على أهداف التعلم. بالنسبة لأهداف التعلم أو النقط التي سنقف عندها أثناء شرح هذا الدرس هي كالتالي: أولا، مظاهر الثورة الفلاحية وكيف مهدت الثورة الصناعية، ثم التعرف على نتائج الثورة الصناعية في أوروبا، وأخيرا الوعي بما صاحب الثورة الصناعية من انتهاكات لحقوق الإنسان. إذا أول نقطة سنتحدث عنها هي مظاهر الثورة الفلاحية خلال القرن 18. فما هي التحولات التي عرفتها الفلاحة الأوروبية خلال القرن 18؟ وسنعتمد خلال هذا الدرس على مجموعة من الوثائق المأخوذة من الكتاب المدرسي نجاح الاجتماعيات، ابتداء من الصفحة 53، سنستخرج معظم الأفكار من هذه الوثائق. إذا أول مظهر من مظاهر الثورة الفلاحية خلال القرن 18 تمثل في انتشار ظاهرة السيج التي انطلقت من إنجلترا لتشمل بقية دول أوروبا الغربية. إذا ظاهرة أو انتشار ظاهرة السيج كمظهر مظاهر الثورة الفلاحية التي عرفتها أوروبا خلال القرن 18. ظاهرة السيج تعني إحاطة الملاكين الحقولين بالسياج، وقد ظهرت في إنجلترا منذ أواخر القرن 13 الميلادي وتوسعت بشكل تدريجي خلال القرون الموالية. إذا أول مظهر من مظاهر الثورة الفلاحية التي عرفتها أوروبا هو ظهور ظاهرة جديدة. هذه الظاهرة أطلق عليها تاريخيا مصطلح ظاهرة السيج. هذه الظاهرة ستساهم في ظهور، كما هو واضح في النص بخط مسطر لديكم بخط أحمر، ملكيات كبرى. هذه الملكيات تعتمد على فلاحة كثيفة ومعقلنة، وفرت إنتاجا كبيرا يستجيب لحاجيات السكان المتزايدة. المظهر الثاني من مظاهر التحولات التي عرفتها الفلاحة الأوروبية خلال القرن 18 هو ظهور أساليب وتقنيات فلاحية جديدة. إذا تطورت الأساليب والتقنيات المستعملة في الفلاحة كما هو مبين في الخطوط التالية أمامكم. فالقطاع الفلاحي في أوروبا عرف تطورا كبيرا على مستوى الأساليب والتقنيات الفلاحية باستعمال الآلات كالمحرات الحديدي والبدار الآلي، واللجوء إلى الدورة الزراعية الرباعية عوض نظام استراحة الأرض، بحيث أن الأرض تقسم إلى أربع أجزاء تتنوع فيها أربع مزروعات كما هو مبين في الخطوط كالقمح والشعير واللفت والبطاطس. لم يعد هناك شيء اسمه استراحة الأرض، بالإضافة إلى الاهتمام بالزراعة العلفية بشكل كبير جدا لتغذية قطعان الماشية في الحظائر كما هو مبين في الخطوط. إذا حاولنا أن نقوم بالخلاصة لأهم التحولات التي عرفتها الفلاحة الأوروبية خلال القرن 18 حسب المجالات هي على الشكل التالي. بالتالي يمكننا تقسيمها على أربع مجالات أساسية. فعلى مستوى البنية العقارية حدث ظهور للملكيات الكبرى وتقلص الأراضي الجماعية بفضل ظاهرة السيج. أما على مستوى نوع النشاط الفلاحي تطورت الماشية أو تربية الماشية على حساب النشاط الزراعي، كما تم إدخال مزروعات جديدة كالبطاطس والمزروعات العلفية فيما يتعلق بنوع المزروعات. كما حدثت تطورات تقنية كبيرة باستخدام المحرات الحديدي بالدار الآلي والتخلي عن استراحة الأرض وتطبيق دورة زراعية رباعية. كل هذه التحولات ستؤدي إلى ارتفاع المردود الزراعي أو ارتفاع المردود والإنتاج الفلاحي سواء على مستوى المزروعات والمواشي وارتفاع الإنتاجية الفلاحية كذلك. النقطة الموالية من الدرس متعلقة بعوامل قيام الثورة الصناعية، أو بمعنى آخر ما هي عوامل قيام الثورة الصناعية؟ وهنا نطرح تساؤل مرتبط بهذه النقطة، وهو كيف ساهمت نتائج الثورة الفلاحية في قيام الثورة الصناعية؟ فالتحولات التي عرفتها الفلاحة الأوروبية في القرن 18 الميلادي أعطت لنا مجموعة من النتائج كانت ممهدة لقيام الثورة الصناعية، فكيف ذلك؟ ساهمت الثورة الفلاحية بشكل كبير في قيام الثورة الصناعية، وذلك من خلال ما يلي: أولا، تطورت تربية الأغنام، وبتطور تربية الأغنام ازدهرت صناعة النسيج. ثانيا، ارتفاع الإنتاجية الفلاحية. ارتفاع الإنتاج الفلاحي وفر ما يحتاجه السكان من الغذاء، فارتفع عدد السكان. عدد السكان الذي لم تعد الفلاحة تستوعبه بسبب استخدام الآلات التي أصبحت تعوض الإنسان، فانخفضت نسبة السكان النشيطين الذين يشتغلون في القطاع الفلاحي لصالح الطلب المتزايد لهم طرف القطاع الصناعي. فبالتالي ارتفاع الإنتاجية الفلاحية
كان في مقابلها ارتفاع الطلب المتزايد على اليد العاملة التي سوف تشتغل في القطاع الصناعي. وهنا حدثت هجرة من القرية نحو المدينة، هاجر السكان من أجل الاشتغال في القطاع الصناعي. ثالثا، ارتفاع الطلب على الحديد من طرف القطاع الفلاحي، خصوصا أن الحديد المستخدم بشكل كبير في صنع الآلات الفلاحية، سيؤدي إلى تطور صناعة الصلب وكذلك تطوير عدة اختراعات تقنية أخرى. بالإضافة إلى هذه العوامل التي ساهمت أو عوامل التحولات الفلاحية التي ساهمت في الثورة الصناعية، سنتحدث أو سنضيف عوامل أخرى لها علاقة بالدرس الماضي، وهي تكدس الأموال في أوروبا بفضل تدفق كميات هائلة من الذهب والفضة بفعل اكتشافات الجغرافية، وأيضا تشجيع العلم والعلماء من طرف الحركة الإنسية. النقطة الموالية متعلقة بنتائج الثورة الصناعية، فعلى المستوى الاقتصادي تمثلت هذه النتائج في مجموعة من الاختراعات التقنية. في مجال صناعة النسيج، تم اختراع المكوك الطائر لجون كاي ينتج قماشا أكثر عرضا في وقت أقل. في مجال صناعة التعدين، تمكن أبراهام داربي من استعمال فحم الكوك بدل الخشب في صهر الحديد، كما تمكن هنري كونت من صنع حديد صلب وخالي من الشوائب. إذا في مجال صناعة التعدين، تمكن الإنسان من الاعتماد على الفحم الحجري مكان الفحم الخشبي الذي كان، فتطورت الطاقة الحرارية التي ستحرك هذه الصناعة لصناعة التعدين. في ميدان الطاقة، تم اختراع الآلة البخارية من طرف العالم جيمس وات، التي كانت أو شكلت بديلا للقوة البشرية وأيضا بديلا للقوة المائية التي كانت تحرك الآلات. والوثيقة المبينة أمامكم توضح المجالات التي شهدت أهم الاختراعات التقنية في أوروبا في القرن 18 ميلادي، مع ذكر نوع الاختراع، اسم المخترع، سنة الاختراع وأهمية الاختراع. الوثيقة للاطلاع من أجل التعرف على أهم هذه الاختراعات. دائما في إطار نتائج الثورة الصناعية، لدينا 3 وثائق كما تلاحظ: الوثيقة 6، الوثيقة 7، الوثيقة 8. حاولوا أن تقرأوا وتتمعنوا جيدا في هذه الوثائق، ثم تكملون الفيديو. بالنسبة للوثيقة رقم 6، جدول يتحدث عن مؤشرات عن التطور الصناعي في أوروبا بين سنتي 1700 و1800. من خلال الجدول نستنبط منه نتيجة، وهذه النتيجة المتمثلة في ارتفاع الإنتاج الصناعي بشكل عام، خاصة الفحم والحديد الصلب. الوثيقة 7 أو النص رقم 7، فنتكلم من خلاله عن الانتقال من الإنتاج المنزلي إلى الإنتاج في المصانع التي تضم عددا كبيرا من العمال. بالنسبة للنص رقم 8، نستنبط منه أن هناك تأثير متبادل لكل من القطاعين الفلاحي والصناعي، أي أن الفلاحة مهدت بتطوراتها لانطلاق الثورة الصناعية، فإن الفلاحة هي كذلك بدورها استفادت من التطورات التي عرفتها الصناعة، وذلك كما هو مبين في النص من خلال صنع وانتشار أدوات فلاحية كثيرة تسمح بتحقيق إنتاجية أكبر. النقطة الموالية سنحاول أن نتحدث من خلالها عن تأثير الثورة الصناعية على حركة التمدين والمجتمع الأوروبي. إذن الثورة الصناعية كانت لها عدة انعكاسات على حركة التمدين وأيضا على المجتمع الأوروبي، أبرزها متمثلة في ارتفاع نسبة الهجرة القروية نحو المدن الصناعية بحثا عن العمل. بالرجوع إلى الوثيقة، نلاحظ أن الثورة الصناعية صاحبها تحول حضاري كبير لم يسبق له مثيل في أوروبا نتيجة الهجرة القروية نحو هذه المدن. دائما في إطار تأثير الثورة الصناعية على حركة التمدين والمجتمع الأوروبي، فالثورة الصناعية ساهمت في ظهور طبقتان اجتماعيتان جديدتان، وهما طبقة العمال الفقيرة وطبقة البرجوازية الغنية المستفيدة بشكل كبير من هذه الثورة الصناعية. إذن ظهرت إلى الوجود طبقتان اجتماعيتان ومهنيتان، هي طبقة العمال الفقيرة أو ما يصطلح عليه بالبروليتاريا، وكذلك الطبقة البرجوازية الغنية والمستفيدة من هذه الثورة. أيضا من مظاهر تأثير الثورة الصناعية خاصة على المجتمع الأوروبي، استغلال الأطفال والنساء في الشغل وبأجور زهيدة وفي ظروف قاسية. إذا فتأثير الثورة الصناعية داخل المجتمع الأوروبي أثر بشكل كبير على فئة الأطفال والنساء، خصوصا وأن هذه الفئة كانت أكثر طلبا لدى المصانع لأنها تكلف أقل من تشغيل الرجال. ذلك كان بواسطة مراقبة جندي صارمة يمكن الحصول على عدد أكبر من المصنوعات مقارنة مع الأجر الزهيد الذي يأخذونه، ويعملون كذلك لساعات طويلة دون توقف.
الأمر الذي سيؤدي كنتيجة عامة للظروف التي عاشها المجتمع الأوروبي في تلك الفترة إلى قيام العمال بانتفاضات وتحطيمهم للآلات، خصوصا وأن هذه الأخيرة شكلت تهديدا بالنسبة لفرص الشغل المتاحة لهم. إذا قامت عدة انتفاضات للعمال تطالب بتحسين ظروف العيش وكذلك ضد الانتهاكات التي عاشتها الطبقة الشغيرة في أوروبا خلال هذه الفترة. فشكلت الطبقة العاملة نوادي اجتماعية من أجل تدارس قضاياها، وتطورت هذه النوادي إلى نقابات للدفاع عن مصالح وحقوق العمال. فاستطاعت هذه الطبقة وهذه النقابات بعد كفاح طويل الحصول على بعض الحقوق كتحديد ساعات العمل في 8 ساعات والرفع من الأجور تدريجياً. إذا كخاتمة للدرس، سنشير إلى أن الثورة الفلاحية والصناعية بأوروبا خلال القرن 18 الميلادي ساهمت في ازدهار اقتصاد أوروبا، مما جعلها تتجه نحو السيطرة على العالم بحثا عن المواد الأولية وأسواق جديدة لتصريف إنتاجها الكبير. إذا إلى هنا ينتهي درسنا، شكرا لكم على المتابعة، سأترك لكم بعد هذا